السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أذواق دارنا، نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نشارك معكم تحت طلب المشاهدين دجاج محمر. عندي جوج دجاجات، كل واحدة فيها جوج كيلو، وهذه الكبدة والقنصة. تنسلقهم وتنقطعهم مربعات، ندي جوج بصل، ثلاثه البصلات مشلضين، النص بغيت نديرو في الاول والنص في الاخر. عندي معلقه كبيره تاع الثومه، اربعه دروس تاع الثومه مدقوقين، وعندي اللب ديال المصير مصيره وحده، وعندي جوج معالق قزبر ومعدنوس. عندي الخرقوم والزعفران ملوين والزعفران الحر. ملوين لا بد يكون في الدجاج، ما تيجي دجاج بلا زعفران. عندي معلقه كبيره سكنجبير، معلقه صغيره البزار، عندي قعقله وسبيسه، هما هادو راني يعني خليت هادوك ما مدقوقينش باش يعرفوهم اللي ما عارفينش السميه. هذيك قعقله هي حبتيل، هذيك دقيتها وهذيك خليتها باش تشوفوا. عندي راس معلقه صغيرات الكمون، عندي عصير حامضه، معلقه السمن، معلقه الهريسه تتبنن ما تيجيش حار، واخا حاره ما تيجيش حار. عندي زيت الزيتون ما تنديرهاش في الاول، تطيب الدجاج عاد تنديرها. عندي الماء باش بغيت نخلط الشرميله ديالنا. هاني بغيت نشرمل الدجاج، ندير شويه الماء، والدجاج راه مغسول، مغسول بالملحه، مدير في الخل، عاود تاني دار في الحامض، مغسول مزيان ومحيده ليه الشحمه. هاني درت خرقوم، الزعفران، سكنجبير، كمون، بزار، قعقلة وبسبيسة. عصير الحامض، ثومة واللب ديال المصير والقشرة راه خليتها للتزيين، قزبر ومعدنوس، هريسة مبدا تجيش حارة، السمن، الملحة ما تنديرهاش حين الدجاج مغسول بالملحة، والمصير مالح والسمن مالح، تنديرش الملحة. وعلاش قلت لكم الزيت قبيلة تنخليها حتى الاخر؟ حيت باش الدجاج يشد ليا اللون في الطياب، خصو يشد اللون. دابا الدجاج تنتقبوه باش يدخل ليه الطياب وتدخل ليه التشرميلة، تقب ليه الصدر، والدجاج لا بد يقعد يتسارح في الثلاجه ولا في الفريغو. بعدا الى على الاقل واحد ربعة السوايع خصو يتسارح باش يجيك الصدر رطب. الا كي شريتيه كي جبتيه طيبتيه راه ما يجيكش الصدر رطب. دابا مع المبتدئات، ما تبارك الله العيالات راه عارفين اش تيديروا. المبتدئات يتعلموا جالسين في الدار، واللي بحرات جوجو، واللي بغى يطيب يا طير يا جوج يا نص، اللي بغى يطيب شي حاجه يطيبها. هاني الدجاج شرملته، وها القنصه قطعتها طريفات غادي نسلقها
والتات تسلق عاد ندير الكبيدات. الدجاج دابا غادي نشد ليه رجليه غادي نخشيهم في هاد البليصه فهاد الجليده هكا وغادي نورك واحد الطريقه باش تجمع دوك العظام. هاني تنعقد الرجلين تاع الدجاج بخيط باش ما يتسلتو ليا مع ديك الجلده، بعض الخطرات تتقطع وبعض الخطرات لا تيبقاو. هاد القنصات هاني غادي نديرهم يتسلقوا هما، دايره معاهم الثومه هكا صحيحه والحامض، وهاد الطنجره الاخرى انا دايره فيها الماء ودايره الشرميله في الشرمل تاع الدجاج. القنصطه هما دروكا طيبو، عاد نزيد عليهم الكبده. ندير نص البصله في الطنجره هي تتغلى، نغطي عليها تعاود تغلى وندير فيها الدجاج. دابا القنصات هما كيطيبو، المرقه ديالتنا هي تتغلى، غادي ندير فيها الدجاج نديرو على الصدر ديالو، والبوطه تكون مجهده ما تكونش ضعيفه، الا كانت ضعيفه راه يتشتت الدجاج. ما غاديش نغطيوها، الا درتي الدجاج ما تغطيش الطنجره، خليها عريانه باش سميتو الا كانت الزفوريه تطلع وما والجلده تتبقى لاصقه على الدجاج، الا غطيتيه راه يتشتت ليك. الدجاج هو طيب ندير على الصدر دروكا، هاني بغيت نقلبو على ظهرو، وملي تحسي به طاب نبداو نتقبوه، نتقبي دوك الرجلين باش داك الماء يخرج وداك الدم اللي يكون فيهم يخرج. الا ما تقبتيه راه داك الماء تيبقى لداخل، لا بد ليه من التقيب. والصدر حتى هو نتقبوه باش يدخل ليه الطياب. وهكا نبداو نتقبو فيه، هزي شي قتيب وبديت تتقبيه. زيت الزيتون هاني درتها نص كاس، زيت المائده ما درتهاش حيت الدجاج الرومي تيطلق ليدام، تيطلق ليدام بزاف. دابا هو الدجاج ملي شرب الماء داق الزيت طاب في هذيك الزيت اللي زدت، هاني تنحيدو راه طاب، وهانت باش تيبان طيب تبداو دوك اللحيمات هاكم في الرزين وتتقويه، ما تيخرج لك لا ما لا دم لا حتى حاجه، تتعرفيه راه طاب. صافي تتحيديه وتتزيدي البصله، زيد البصله باش دير التضغميره. غادي نخليوها دير طيب،
دابا رديت انا المرقه رديتها لطنجره هي صغيره، حيتها من ديك الطنجره فاش طيبت الدجاج الكبيره، وزدت دوك العناق والقنصه والكبده زدتهم هما. نبدا مره مره نبدا نحرك حتى تعقد ليا التضغميره. ملي سخنات الزيت هاني الدجاج حمرته، هاني تنحمرو، هاني درت الاخر يتحمر. تضغميرة هي وقفات، واحد العود القرفة راه زدتو، نتلاقاو عند التقديم. الدجاج محمر ها هو موجود. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك. الناس اللي اول مره تيشوفوا القناه يضغطوا على زر الاشتراك ويضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى نكون عند حسن الظن وشكرا.